بالضبط. دونك علاش وشنو؟ أنت تعرف اليوم أنه عنا تحديات الحقيقة في خصوص معالجة ظاهرة الهجرة ذي الغير النظامية، وضرورة أنه نحدثوا تحديث الإجراءات القانونية باش تتوالم الحقيقة مع التطورات هذه اللي نشوفوا فيها تو في الوضع نتاع البلاد في تونس. بان بالكاشف كما قلت أنه فما شبكات قاعدة معناها تسعى أنها تحرض الناس هذه باش توجههم إلى تونس. كيف كيف بان بكشف انه فما شبكات قاعده تتاجر بالناس هذيا، قاعده تدفع في الناس هذيا انها تستقر في تونس، والا نقولوا باش يهاجروا الى اوروبا. تعرف ان الناس هذيا تقطع في الاف الكيلومترات باش توصل لتونس. كي توصل لتونس فما معناها شكون كما قلنا احنا يكريلو، فما شكون يسهلوا عمليه الدخول الى ارض الوطن، فما شكون كيف كيف يسهلوا عملية انه يتلقى اموال من عن طريق الخارج بواسطة. فما ناس ولات ما عملتها خدمة الحاجة دي. وبالتالي اليوم الحقيقة لازمنا نحاسبوا الناس اللي قاعدة انها تتاجر بالوضع هذا، الناس اللي قاعدة تنقل في الناس هذا عن طريق الصحراء ولا عن طريق الحدود، الناس اللي قاعدة تسهل في عملية اجتياز حدود بالنسبة للناس هذي اللي هي شبكات. خاطر انا نشوف انه اذا واحد يجيك من جنوب الصحراء ويشق معناها آلاف الكيلومترات في الصحراء اللي هي ماهيش انيجيان اللي أي واحد ينجم يعيش فيه، وبالتالي فما شكون الحقيقة سهل عملية النقل. فما دي موان دو ترونسبور، فما شبكات اللي نسمع فما معناها حسب ما هو موجود في شبكات التواصل الاجتماعي انه معناها فما عملية النقل تتم 200 دولار للشخص الواحد، وبالتالي فما شبكات تهريب اللي هي قاعدة متورطة في الشيء هذا. اليوم شفنا انه ضرورة تنقيح الحقيقة قانون المتعلق بحالة الأجانب اللي هو أهم تنقيح على مستوى الفصل 25 من هذا القانون. وكي نقل الفصل 25 ضرورة ان نرجع على باقي الفصول باش نحاولوا ان نرفعوا في سلم العقوبات، باش هكاك نحاولوا نحميوا أكثر بلادنا ونحاولوا انه نجنبوا الناس في التورط في هذا الموضوع، باش ما تعرف دي العقوبة إذا رفعها يمكن تكون الناس تتجنب الخوف في هذا الموضوع، الخوف بأنها تتكل الناس هذي بطريقة غير شرعية، الخوف بأنها تمشي عملية نقل الناس هذي على مستوى المدن والولايات. وهذا هو الحقيقة الطاعات بتاع القانون. نمشي فصل قصير ثم نرجع نختموا معك ان تسمح سيدة نائب. عندي زوز ثلاثة أسئلة وتحية لكل المستمعين دايوغ المتفاعلين معنا ما زالوا يحبوا يفهموا دايوغ القانون هذايا نسمعوا به سمعان. هو القانون من عام 68 ومطبق معناتها لليوم ونسمعوا به معناتها في هو حالات مطبق، لكن انت تعرف اليوم، تعرف اليوم حالة البلاد الحقيقة وانه وضعية السجون اذا اليوم كان نحب نطبق القانون هذا على الاجانب، انت تعرف انه ما نجموش الحقيقه يتم ايواءهم الناس هذوما الكل في السجون. بالتالي شرح مشكله كبيره في علاقه بتطبيق القانون. انت ما انا احنا مش قاعدين نطبقوا فيه القانون لا على المخالفين بالنسبه للناس اللي تسهل عمليه اجتياز، ما نحن نطبقوا فيه بالنسبه للناس اللي قاعده تكري في ديارها بدون عقود وبدون الحقيقة معناها الناس هذي اللي هي مقيمة بصفة غير شرعية. وبالتالي أنت تعرف كان تونس عندها الإمكانيات يمكن كان يطبق هذا القانون، لكن تعرف إمكانياتنا ما تسمحش فينا نحلوا السجون ومعناها نقوموا بإيواء الناس هذا الكل. كيف على مستوى الترحيل، تعرف أنه اليوم الترحيل خصوصا وأنه البلدان الإفريقية تكلف برشا أموال، تعرف وضعية شركة الطيران في تونس وما نجموش كدولة نأمنوا هذا المجال في أنه نقوم بالترحيل الجوي، مشكلة حقيقية الحقيقة ولزموا دراسة مع هذه الجوانب. أنا كنت اقترحت أنه في سنة 2025 ونحن مقبلون على الميزانية الحقيقة قانون الميزانية يتم الترفيع في قانون في ميزانية وزارة الداخلية وزارة الدفاع. حدودنا اليوم الحقيقة يجبنا نراجع منظومة الأمنية على مستوى الحدود، نشوف وين ثم خلل، هل كنا ناجعين 100% ولا ما ناس ناجعين 100%. إذا اليوم نشوفوا مشاهد هذيك مشاهد صادمة الحقيقة، وبالتالي يجبنا نراجع أنفسنا. الوضع الأمني وعندنا ثقة كبيرة في الأمن التونسي،
كيف عندنا ثقة كبيرة في الجيش التونسي، لكن يلزمنا الحقيقة على مستوى هذه المؤسسات يلزمنا أن نحسن من وضعية التجهيزات اللي عندنا، لما لا يكون فما تجهيزات متطورة، وأنت تعرف أنه حراس الحدود اليوم تتكلف أموال وأموال طائلة، ويلزمنا أن نوفر تجهيزات هذه للمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية باش هكاكا الحقيقة نقصوا أكثر عدد ممكن من التدفقات، ولما لا تكون معناها نضع حد لهذا التدفق الغير مسبوق، ونشوفه حل جذري للناس الموجودة في تونس. تعرف أنه إمكانية توطينهم ماهيش متاحة بالنسبة للشعب التونسي اللي رفضها كاريمو، وبالتالي يلزم نشوفه كيفاش مقاربة في أن نحاول نرحلوا الناس هذوما. يمكن لما لا أنا نقترح أنه يكون عن طريق رحلات جوية يأمنها الجيش الوطني التونسي إلى بلدان بالتنسيق مع هذه البلدان، وتكون في إطار مقاربة شاملة عن طريق سفاراتهم في تونس، وإلا عن طريق لما لا يكون ثم الحقيقة اجتماع يضم قادة هذه الدول مع سيادة رئيس الجمهورية، وخلينا نلقاو حل جذري للموضوع. وتعرف أنه اليوم الناس هذه يلزم الحقيقة إحاطة بهم في دولهم اللي هي دول الانطلاق، مش نوفروا لهم، يمكن يوفروا لهم الناس اللي يدروا بالدول هذه، واللي هي تتمثل الحقيقة في دول الاتحاد الأوروبي دول الشمال. اليوم لازم تتلفت للناس هذيا وتشوف شنو مشاكلها الحقيقية على عين المكان، في أنها توفر لها التنمية، توفر لها مواطن الشغل، توفر لها الحقيقة العيش الكريم. تعرف أن الظروف في أفريقيا تعبة وتعبة جدا، احنا ما عندناش مشكلة مع حتى دولة أفريقية، بالعكس نعتز بأصولنا الأفريقية، لكن نرحب بكل من هو يجينا بطريقة شرعية. لكن تعرف أنه التدفقات بطريقة غير شرعية بأعداد كبيرة ومهولة جدا الحقيقة، ما كتونس في الوضع الراهن ما نجموش الحقيقة نقبلوها. فاصل سيد نائب، نرجع نختموا واضح معاك فيما يخص دونك، نذكر مستمعينا دونك هذا قانون دونك معناتها نتصور مش ضجة ولكن برشا حديث، حتى كي نشوف التفاعلات توا مع المستمعين، مقترح قانون خاص بتنقيح القانون المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية. شنو اليوم نلخصهم بعد شوية معناتها كي نرجعوا من الفاصل، ما تفهم شرح أسباب كامل دايغ نجمو حتى ننشروها احنا المشروع التنقيح هذا اللي تقدمت به انت سيد النائب هكا ولا ايه؟ أنا مجموعة من السادة انت ومجموعة من النواب دونك حاطين في شرح الأسباب تعزيز السيطرة على الحدود لمنع التوافد غير الشرعي، اللي انتم تقولوا أفارقة جنوب الصحراء، تحديث إجراءات قانونية لتوافقها مع التحديات الجديدة وتطورات الهجرة غير الشرعية، حماية حقوق الأفراد والمجتمع من خلال وضع تدابير تحد من تأثيرات هذه الهجرة على الأمن والاقتصاد والاجتماع. باش نرجعوا رابيدمون في النقاط هذوما نحكيو من بعد فاصل قصير في برنامجكم إكسبريسو. أسئلة، عديد الأسئلة المطروحة حتى في التفاعلات من المستمعين، مثلا فما المقترح المتعلق بإجراءات الإمضاء بمركز الشرطة إلى آخره، هذا الكل نرجع لي بعد فاصل مدة درش كي نرجع. Next step, votre premier fournisseur cloud labellisé cloud national en Tunisie. Explorez les réalités du secteur RH, partagez les expériences et les défis tout en créant un espace ouvert pour des conversations franches. Club des RH, l'émission radio qui rassemble la communauté des professionnels des ressources humaines en Tunisie. Chaque jeudi de 15h30 à 16h avec Hegel Boujemra sur Radio Express FM. En partenariat avec HR Group. Meubles intérieurs, les pros du bureau. Suivez avec nous la troisième édition de la Type Retreat comme si vous y étiez. Notre envoyé spécial, Wissim Belharbi, en direct depuis les États-Unis, vous donne rendez-vous avec des interviews inédites et intéressantes avec différents acteurs tunisiens dans les secteurs de l'IT, l'entrepreneuriat, l'éducation, la santé, la tech et bien d'autres success stories. Connectez-vous avec la Tunisian American Young Professionals Retreat en direct sur Express FM depuis Seattle à partir du 17 mai 2024 en partenariat avec Polina Group Holding. Let's build together a vibrant future connecting diaspora community with Arab Tunisian Bank ATB. أفكارنا تستحق برشا طاقة باش تكبر، هذاك علاش توتال انرجي تقدم لكم للمرة الرابعة لو تشالنج ستارت ابور دو لاني.
100 entrepreneuses et entrepreneurs africains منهم 3 من تونس باش يربحوا تمويل مالي دعم لفكرة المشروع visibilité médiatique ou invitation باش تشارك في événement de célébration. عندك فكرة ولا مشروع؟ شارك من توا وشوف الريغلمان على startupeur.totalenergie.com. انترفيو. نختموا معك سيد ناب بعجالة. دونك كما كنت أقول قبل الفاصل بالنسبة المقترح مثلا متعلق بجائت الإمضاء بمركز الشرطة، فما شكون يقول لك معناتها ما تراوش اللي فيه تضييق أمني على طالب لجوء مثلا من الأجانب وغيره، وفما ضغط أيضا على الأمن، يقول لك زادة تزيد له برشا خدمة على عاتقهم. في المقترح تتكلموا على أفارقة جنوب الصحراء لوك المتوافدين يدخلوا ويحبوا يعبروا أوروبا عن طريق تونس، فما عديد الجنسيات الأخرى، معناتها علاش تحكيوا بالذات معناتها على فرقة كما انتم كتبتوا انتوكا في المقترح، دونك فرقة جنوب الصحراء بالضبط. دونك كما كنت نقرأ قبليك هذا هو ديجا كان نجم نوضحوا النقطتين هذوما. كما قلت لك تحكيوا على تفضل. في علاقة بطلب اللجوء الحقيقة فما قانون آخر ينظم طلب اللجوء، وبالتالي هذا أنت تعرف طلب اللجوء نحن الحقيقة العديد من الاتفاقيات، دونك ما يدخلش مع في هذا القانون. هذا القانون الحقيقة يتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية اللي هما نسميهم أجانب بطريقة ما ندخلوا تونس بطريقة غير شرعية. بالنسبة للفصول اللي تم تنقيحها هي تم الأجانب اللي دخلوا تونس بطريقة غير شرعية، وإلا أجنبي يتم طرده من تونس. تعرف انه الدولة عندها الحق تتمنى تقوم بطرد اي اجنبي غير مرغوب فيه في بلاد تونسية. هذا من الحقيقة الفصول في شنو يتعلق. تعرف انه مخالفة الفصل 4 و 5 من هذا القانون هو انه كل من يجتاز الحدود من غير اللي يجتاز حدود في ما تخلش من نقطة حدود معينة معناها اللي تحددها الدولة، وانه يدخل الحدود الدولة في مخالفة للقانون اللي توضع الدولة، وبالتالي كل من يخالف هذه الأحكام يطبق عليه الفصول من 19 إلى حتى 25، واللي هما يعتبروا العقوبات اللي كانوا موجودين فيهم ما يتوالموش مع الوضع الراهن. سبب العقوبات اللي تعرف كتاب العقوبات نحكيه على عقوبة بالشهر ولا 6 شهور، يمكن الناس ما تفهمش أكثر خطورة الوضعية، وبالتالي قلنا إنه لازم اليوم يتم الترفيه بالعقوبات. نرجع معك لآخر النقطة المتعلقة بحماية حقوق الأفراد والمجتمع. اليوم راهو ضروري جدا إننا نحميه أفراد المجتمع، خصوصا وإنه الظاهرة هذه أنت سامحني تجيب واحد معناها تحطه في البرد وفي الشمس وفي السخانة معناه في المطر وما عندوش ماكله وما عندوش حوايج مش لابس بالقدا، السيد هذا شنو تستنى منه؟ انت عباره خذيت شديد عبد وما نعرفش سامحني في الكلمه خذيت قنبله وطيشتها في الشارع. السيد هذا شو اللي يفك شو اللي يبرك؟ وشفنا الحقيقه الناس هذه تحب تقتحم الديار، فما شكون الناس هذه كرالها من التوانسه كرالوا داره وباش على اساس انه هو باش يخلص فلوسه كذا، ما خلصش فلوسه وداره تحرقت ومعناها وشفناهم مشاهد زي ما صادمة. شفنا الحقيقة الناس تتعارك بسكاكن وسيوفها وتستحمي على رواحها. اليوم الوضع في العامرة الناس معناها باتصالات من نحن من سيد النواب وكان فما الحقيقة لجنة الأمن والدفاع اللي كانت على عيني المكان، فما وضع أمني دقيق جدا انه الناس اليوم خايفة في ديارها، الناس حتى صغارها تحتها وقاعدة مسكرة لروحها بسلاسل، وبالتالي لازمنا الحقيقة كما قلت نحمي حقوق الأفراد والمجتمع من خلال وضع تدابير لحد من هذه من تحد من هذه الظاهرة. احنا كمشرعين اليوم وفي ممارسة دورنا التشريعي شفنا انه من الضروري ان نقوم اليوم بتنقيح الفصل 7 لقانون 68، واللي فما العديد الحقيقة شفت عديد من صحفيين عديد من منظمات المجتمع المدني تنادي انه اليوم لازمنا نقحوا هذا القانون، ويمكن يمشي وراء في اللجنة ويتم مناقشته على مستوى اللجنة ويتم الترفيه أكثر في سلم العقوبات. اليوم احنا الحقيقة خيرنا كجهة مبادرة انه ناخذ الحل الوسط في انه يكون العقوبات أقصى
ثلاث سنين، لكن إذا الوضع باش يستمر الحقيقة بهذه الفظاعة، وشفنا المشاهد الصادمة ذيك، يمكن أغلب الزملاء يمشوا في تجديد العقوبات أكثر، خصوصا كما قلت القانون هذا يستهدف أكثر الناس اللي تاجر بالوضع الموجود الآن في سفاق الصف العامرة، وتستغل في الوضع باش تحقق غايات ربحية، كل سواء عن طريق نقل هؤلاء أو عن طريق إيواءهم بصفة غير شرعية، أو عن طريق الحقيقة محاولة تسهيل اجتيازهم للحدود التونسية. هذه رأي كما قلت موجودة شبكات متطورة، وفما شبكات تخدم في الخدمة هذه على مستوى الحدود، وبالتالي يلزم ربح. واضح السيد النائب لي باش ما يصيرش باش كل شيء يكون واضح دقيقه بيد ما، معناتها حتى في التفاعلات. فما التنقيح الرابع المقترح، واللي هو متعلق بسجن كل من يساعد اجنبي مقيم في تونس، هكا معناتها هذاك هو فصل 25 من قانون 68 طبعا لسنة 68. واضح هو شو يقول لك التنقيح في انا اتجاه كيف باش يصير التنقيح؟ اي يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وبخطية تتراوح بين 1000 دينار وخمسة آلاف دينار الشخص الذي يتعمد إعانة أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو يحاول تسهيل دخوله إلى البلاد التونسية أو خروجه منها، أو جولان أو إقامة بصفة غير شرعية. هذا هو يعني التنقيح اللي مقترحينه انتوما، أنه اليوم واحد معناتها يعاون اجنبي في تونس يتعاقب بالسجن، ولا باللي النقطه نحب نفهمها؟ يعاونوا في تسهيل دخوله الى البلاد التونسيه بصفه غير شرعيه، او يحاول يعاونوا في اقامته في البلاد التونسيه بصفه غير شرعيه، او يعاونوا في نقله من مكان الى اخر في البلاد التونسيه في غير شرعي بالطبيعة. واضح، يعني مواطن يحل باب مكان عنده باش يخرج عبد مثلا، نتسائل مهم هنية، معناتها هكا سؤال قاعد تراح عبد في الشارع يحب يعطي مأوى أو نتوندان يلقى حل، يعني هنية الشخص هذا التونسي دون ليليغاليتي ويتعاقب بالسجن. هو على المستوى الإنساني ما فما حتى واحد ينزم زيادة لنا في المستوى الإنساني، لأنه اليوم شوفوا الحقيقة المشاهد مع التوانسة والناس اللي تشري لهم في الماكلة، والناس اللي تحاول تعاونهم بأي طريقة، بتعرف الكسوات في الماكلة ولا معناها يتم إيواء وما نعرفش الليلة الميتين أذيرة، وأمر إنساني ومفروض علينا الناس الكل. احنا شكلنا قلنا أخواتنا الإفريقيين، وإحنا من إفريقيين بيدنا ونعتز بأصولنا ومعنا حتى مشكلة، لكن المشكلة في أنه الناس هذه دخل في تونس بطريقة غير شرعية. أنت سيد هذا غدوة كان يرتكب لك جريمة ما عندك عليه حتى كوردوني، ما تعرفوش وين باش تلقاه، وين موجود. وبالتالي قلت لازم ضرورة في انه نفرقوا بين حالة الاجانب اللي هم بصفة شرعية وصفة غير شرعية على المستوى الانساني. ما يتمسح شيء من المستوى الانساني. الهلال الاحمر قاعد يدخل، الدولة اليوم هي اللي يلزمها تلقى حل للناس هذا. المواطنين اليوم ما ينجموش هما يتدخلوا طريقة ديركت مع الناس هذاما دون التنسيق مع سلطة بالنسبة للناس تحب تعاون وكذا. وشفنا الحقيقة انه فما عدد المنظمات تسعى معناها دون تنسيق مع السلطات الجهوية والسلطات المحلية والا السلطات المركزية في مساعدة الأفارقة جنوب الصحراء الموجودين بتاريخ غير شرعي في تونس دون الرجوع للسلطة. وهذا الحقيقة أمر مريب، في انك اليوم تحاول تعمل أبيل دوفر باش تقوم بإيواء يعني أفارقة جنوب الصحراء في تونس، ما صارش تنسيق الحقيقة مع السلطات المعنية. هنا نقطة استفهام في الناس هذيا، شنو تحب تعمل؟ الأموال اللي ترصدت للحاجات هذيا منين جات؟ بالتالي لازمنا نراجعوا روايحنا، نراجعوا هذيك منظمتنا التشريعية، نحاولوا نحميوا بلادنا، لأنه فما مخطط لتوطين معناها أفارقة جنوب الصحراء في تونس. واللي كما قلت راهو المشكله في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس اليوم ما يسمحش احنا اليوم نخدموا على ان نحسنوا وضعيه المواطن التونسي، سواء على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي، ونحاول نسهلوا كل ما هو معناها خدماتي للمواطن التونسي. اليوم الحقيقه ما عندناش الامكانيات في ان نمشيو في وضعيه ايواء والا نمشيو في وضعيه ترحيل. كما قلت راهو الترحيل تعرف انه يتكلف، خصوصا الترحيل الجوي يتكلف
العديد من الأموال. ثم بعض السفارات اللي شفت مشاهد كما سفارة بعض الدول في تونس مش نسمي، لكن بدأت يمكن فيها يسميوهم عملية إجلاء لمواطنيها اللي هم موجودين في تونس. نقول موش إجلاء لأنه اليوم الوضع في تونس مستقر ومستقر جدا على المستوى الأمني، لكن فما عنا ظاهرة قاعدين نعملوا فيها واللي مفروض علينا ككل ومعنا فيها حتى ذنب كما هم ضحايا الحقيقة لهذه الظاهرة. احنا زادة راو قاعدين ضحايا للتمول نفس هذه الظاهرة. كما قلت لازم اليوم مقاربة شاملة، مقاربة جديدة على المستوى التشريع على المستوى الأمني. لازمنا نراجعوا منظومة الحدود نتاعنا اليوم، لأنه مشاهد صادمة الحقيقة. أنا اليوم كي نشوف الناس تدفقات بالآلاف معناها عن طريق الحدود، نسأل الحقيقة نتسائل برشا أسئلة ونقول معناها وجود سوق موازية اليوم في تونس أمر عادي أمر طبيعي، باعتبار أنه مع الحقيقة كي نشوف معناها المهاجرين يجتازوا الحدود بتلك الطريقة، معناها عادي أنه السلع والبضاعة المهربة اليوم تكون موجودة. كيف كيف نسألوا على دخول المخدرات التونسية بين معناها كيف نجم تكون معناها الشبكات تتواصل. وبالتالي كما قلت راهو لازم الحقيقة نضربوا على أيدي هؤلاء ويتم ربحهم، خصوصا اللي ما لا يكونوا معناها حتى بأشد العقوبات. هذا موقفكم. كما قلت راهو كانت مداخلة عندي في مجلس النواب الشعب، قلت هذا يعتبر الناس اللي تحاول انها تنقل هذه الشبكات الى تونس واضح. تعتبر من قبل التأمر على المدى. واضح المساج. شكرا لك سيد نائب، شكرا تفاعلك معنا. إذن هذا مقترح قانون مازال بشتم مناقشته ونقاش عليه، حابين اليوم نسلطوا الضوء عليه في برنامج إكسبريسو. شكرا لك سيد نائب. نمشي وتوتشي تفاصل موعد الأخبار مع هاجر رياضة بشير قروي وراجعين نحكيه على بويزام كان كونتربرونور ولا مهتم بالانتربرونور.